صباح عليكم مشاهدينا، بنرجع معكم من جديد. نعرف يمكن قانون رقم 47 بيمنع التدخين في الأماكن العامة والمغلقة. طبعا اليوم معنا ست ماوية الزواوي، وهي رئيسة حملة تطبيق قانون عدم التدخين في الأماكن العامة، وهي أيضا رئيسة جمعية لينا والأيادي الخضراء. زي ما حكينا، هو القانون موجود لكن المشكلة في تطبيقه. يعني إذا كان القانون موجود بلا تطبيق مش موجود، فهو يعني بلا فائدة لا منه ولا من وجوده. طبعا الست ماوية قررت أنها تقوم بأول شيء تطبيق القانون من صناع القرار، القبة، البرلمان اللي بنشوف يمكن الكثير من الأشخاص ما بيلتزموا بهذا القانون. اليوم رح نتعرف على تفاصيل هذا الموضوع، كيف رح تقدر انها فعلا تقدر تطبق هذا القانون من قبة البرلمان، من صناع القرار، وتنشره الى باقي الشعب. صباح الخير. صباح الخير. شكرا كثير. سهلة صراحة تقديم صباح الخير. لا لانه مهمتك مش سهلة ماوية، صدقيني مش سهلة. شوفي احكي لك، المدخن بيشوف اللي بده يمنع تدخينه كعدو للاسف الشديد له. بالضبط، يعني بكفيني اعداء يعني. مع انه لازم تتغير كثير هاي النظره عند المدخن. يعني يا ريت المدخنين انفسهم يفهموا انه هؤلاء الاشخاص اللي عم بكرسوا حياتهم كلها لمكافحه التدخين والتوعي بقوانين اللي بتمنع التدخين ومنع التدخين في الاماكن العامه، يفهموا انه هؤلاء عم بيشتغلوا لمصلحتكم ومصلحه المجتمع. ما نتحسس كثير مدخنين من هؤلاء، ما نتضايق. وانت رايحه عند النواب كمان. هلا طبعا ستي، اول شو رايك؟ كل عام وانتم بألف خير بمناسبه يوم المرأة العالمي. وقديش خليني قبل ما ابلش انه الفت نظر انه دور المرأة في مكافحه هذا الوباء خصوصا في بلدنا قديش كبير وقديش مهم، خصوصا في المرحله اللي احنا مقبلين عليها. يعني احنا 2016 هو عام بتهيألي توجه شركات التبغ اكثر شيء للمرأة، ويخلوها انها تتبنى سلوك. يعني حملاتهم كل كم سنه بتتجه لفئه معينه او قطاع معين. الفتره هاي احنا شايفين انه نشاط شركات التبغ هلا عماله بيرجع على المراه وتبني سلوك التدخين والارجيله، وتعرفوا هي المؤثر مثل ما حكينا، وهي سنتر للعائله وللمجتمع وللعالم كله. هلا الحمله تبعتي طبعا هي مش حمله جديده، ولا انه انا يعني حسيت حالي انه انا المسايا للمكافحه، لا انا وحده من منظمات المجتمع اللي عمالها بتشتغل. مزبوط. والحمله اللي احنا هلا عمالها بننظم فيها وعم نشتغل هي عباره عن تكليل لجهود ومتابعه لسلسله من الحملات. هلا في كثير ناشطين اشتغلوا مع بمجلس الامم اعضاء بالبرلمان، سواء بمجلس الاعيان او النواب. تمام. توجت الجهود انه جلسات مجلس الاعيان هلا خاليه من التدخين. كويس كثير. بالضبط. التوجه الان الى مجلس النواب. هلا في كثير مثل ما تفضلت سمر بالشارع انه عندنا كثير مقولات مثل ما تفضلتي الكساندرا، انه اوكي قوانين وكلها بالادراج واحد واثنين، خلي المشرع يطبق. صح. اول شوفي كيف كل الجلسات عندنا متاخرين. ففي احد جلسات اللي احنا كلجنه منسقه لجهود المجتمعات المدنيه طرح انه ليش ما نرجع نشتغل زي ما اشتغلنا ب 2008 2007 لما تم تعديل القانون، وتم اللي هو القانون 47 منع التدخين في الاماكن العامه والمغلقه، وانه هلا نشتغل مع صناع القرار. فبكل بساطه الحمله هي عباره عن حمله بسيطه بتقول انه انا بدي اخاطب المشرع، وهلا في عندنا كتير حراك حكومي انه في هلا ماده رح تناقش اللي هو قانون الصحه العام، في تعديلات والمستوده طلعت للمجلس وراح تناقش ان شاء الله للاقرار يوم الاحد. تمام. فاحنا قلنا نطرق الحديد وهو حامي، فصرنا فتره عم نشتغل معهم. هلا الجهود اللي تكللت بالاتصال معهم انه في شغله كتير حلوه، انه احد النواب بحكي لك لما بلشوا ينشغل بهذا الموضوع، ولما طلع سعادة اللي هو الدكتور عاطف الطراوني أعلن أنه الجلسات خالية من التدخين وحط لهم شعارات. يعني في جهود داخلية بنفس المجلس نفسه. كانوا حوالي 40% نسبة المدخنون النواب اللي كانوا في خلال الجلسة، حاليا 10%. طيب هلا من 40 ل 10 هذا شيء كثير منيح. الشغلة الثانية الحلوة اللي صارت انه احنا خاطبناهم بجملة انت صانع القرار، انت قدوة الحسنة، انت من تشرع. فانا بحب انه انا ابدا التطبيق فيك، فاحنا بنبدا التطبيق من اعلى الهرم
الى الاسفل هلا انه كلنا بدنا نشتغل، يعني ما في مجال هلا نقول انه اذا انت ما عملت انا بدي اعمل، هاي مسؤوليه جماعيه مثل ما تفضلت سمر. مكافحه التبغ هي انه المكافحين بديش اقول اعداء. صح استاذه مويه، يعني موضوع التدخين موضوع شائك، ودائما احنا يمكن حكينا ببدايه استعراض الفقرات احنا ما بدنا نمنع حدا، هاي حريه شخصيه، اذا هو حابب يضر صحته يضر صحته، لكن ما يضر صحه الاخرين. بالزبط. يعني تنتهي حريتي عندما تبدا حريه الاخرين. بالزبط. يمكن كثير من الاشخاص عم بيحضرونا وعم بيقولوا طب كيف رح يقدروا، كونكم بحمله تطبيق هذا القانون من قبه البرلمان بدايه ومن صناع القرار، على فعلا اجبار، خلينا نقول اذا بدنا نسميها اجبار تطبيق القانون بالقبة. في جهود زي ما تفضلتي كتير رائعة، من 40% نزلتوا لي 10%، بس نزلوا. كيف إذا ما ضبطت انهم يقتنعوا هلا ايش بالضبط راح تكون الاجراءات؟ هلا المسودة المعدلة للقانون هي إعادة تعريف المكان العام. هلا هي من التحديات كانت فكرة كثير مهم. بالضبط. إعادة تعريف المكان العام. بالضبط. إعادة تعريف المكان العام واحد. اثنين، صار في من ضمن المسؤولين في المجلس انه هلا لا، اول شيء كان يقولوا لك لا المجلس هو لا يتبع للمكان العام، وهذا مكان تشريعي، واللي بيكونوا هم المسؤولين انه لا هذول فوق القانون، زي كانهم قاعدين بمكاتبهم، بيعتبروا انه كاني قاعده بمكتبي انا لحالي. احنا هلا الحمد لله رب العالمين، حتى المكتب هو مكان عام. بالضبط. مع اوضاعنا ومع الحركات اللي عملها بتصير عندنا بالبلد، ومع حتى توجهنا وتوجه قيادتنا الهاشميه، انه جلاله الملك بيحكي لك ما في حدا فوق القانون. اكيد 100% طبعا. هذا المنطلق. بالضبط. هذا المنطلق. اول شيء القانون ليش راح يساعدنا؟ انا معكم 100%، مشان هيك انا ما راح احكي ايش التعديلات اللي صارت على القانون، ولا اقول ايش الغرامات انها انزادت وكيف راح يعملوا، ولا راح احكي على اليه التطبيق هلا الحكومه اللي هي ناوي انها تمارسها. راح احكي بس على توجه انه هلا احنا لازم احنا جميعنا كافراد مواطنين قبل ما نكون انه احنا نتبع لاي جهه، سواء حكوميه او جهه خاصه او حتى تطوعيه، نعرف ونثقف حالنا انه هلا القانون لازم نبدا بهاي الفقره لحالها، ايش انا بقدر اعمله؟ انا بقدر اني انا حتى لو مدخن اطبق القانون. بالضبط. واحد، اثنين، اني بسلوكي هذا انا احط زملائي المدخنين انهم يطبقوه، وبصير متحمس اكثر لتطبيق القانون، يعني انا من موقع تجربتي بصير عندي تحمس اكثر ودافعيه اكثر لتطبيق القانون. بعدين انا اللي بستغربه بجوز كمان انت عندك هاي الدهشه زينا كلياتنا، ليش احنا كمسؤولين او غير مسؤولين ومواطنين ونساء ورجال بنطبق القوانين الموجوده في دول الخارج وما منطبقها في بلدنا؟ يعني بجوز بلدنا أولى، الأماكن العامة ببلدنا وأطفالنا أولى والنساء الحوامل أولى، يعني من باب هيك إنه القرب الإنساني على الأقل. بالضبط. هل هناك يعني خوف من باب الخوف، وإنه هاي النقطة اللي بدكم توصلوا لها إنه القانون أكثر تشددا، لأنه إحنا بنكون نرجف بمطاراتهم؟ صح. صح. إنه مثلا حدا يكون معه سيجارة. بالزبط. يعني يعتبر بجوز مثل الإرهابيين بتعاملوا معه. بالضبط. فأديه بتحسي إنه لازم يشعروا الناس بالخوف حتى؟ هاي من ضمن الشغلات. بالضبط. هلا ما هي بدنا نحكي كمان إنه في التحديات، انه كانت المبلغ انه كثير بيقولوا لك انا بدفع ال 15 دينار وبمشيها، صدقيني ما بدفعها. هذا اذا كمان. اذا دفعها احسنتي. هلا انه بالفعل هلا الاتفاقيه الايطاليه لمكافحه التبغ اللي هي من منظمه الصحه العالميه تبعت الست بنود حكينا عليها، والكل هلا صار بيعرفها، اللي من ضمنها التشريعات والقوانين وتطبيقها، وقديش انه هذا بند كثير كثير مهم، هو على راس الهرم اللي هو القوانين. الفكره وين؟ انه انا كقانون لازم اني انا اطبقه. هلا بس في شغله بدي احكيها سمار، انه شيء كمان انه بالنسبه لموضوع انه احنا بنطبق برا لانه هم قوانينهم صارمه وهيك. انا قبل فتره كنا بالبتراء وصارت حادثه كثير لطيفه، انه جوا في مكتوب ممنوع التدخين، وشفت مجموعه سياح اجانب عمالهم بدخنوا. طبعا لان هالامور هيك سايبه. بالضبط. بالضبط. ما في تطبيق قانون. قلت له عفوا انت بتدخن هيك في بلدك؟ حكى لي هيل نو، طلع فيه هيك وحكى لي يعني طبعا لا. طبعا لا. فانا قلت له طب انت ليش هذا؟ قال لي لوك اراوند يو everybody smoking. صح. هاي الجمله انه خلتني انه اقول انه عفوا لوك اراوند يو معناته السلوك هو سلوك بيئي مجتمعي واحنا كلنا لازم نشتغل عليه. وبعدين لاحظوا مكافحه، كلمه المكافحه احنا بشو بننسبها؟ يعني احنا هلا انا الاوان انه احنا كلنا نفهم انه شبك
احنا بعرف احنا مشكلتنا وعنا تحديات انه احنا الوضع اللي احنا فيه هلا خصوصا بعد الربيع العربي صرنا نتطلع على هلا حلول هلا احنا مجتمعنا صارت حتى تفكيرنا صار انه تفكير حروب تفكير انه انا بدي هلا صح. ايش اللي بدي اعمله عم ننسى انه احنا مسؤوليتنا لاجيال قدام طبعا فاحنا هلا ما عم نكافح يعني ست سمر هلا احنا شغلنا واللي انا عم بحكي لك اياه هلا ممكن كثير انه هاي حملتنا مثلا انه يكون 1% مثلا تاثيرها خلينا نقول هلا الحمله هاي يتبعها حضور لجلسات لتشجيع ونقول لهم شكرا لتطبيق القانون بالشعار تبعنا اللي بتمنى انا متاكده رح تتبعوا اكثر وسائل تقبلا بالضبط اثنين التحديات وثلاثه راح تختتمها ان شاء الله بشهر 5 بحراك مجتمعي كامل احكي لنا عن شهر 5 شو راح تكون راح يصير نشاط ان شاء الله وطني راح يشارك فيه جميع المكافحين واللي راح يصير والمكافحين المكافحين والمكافحين وراح نعمل جلسه مسيره الى مجلس الامه وان شاء الله ان شاء الله بالتعاون معهم باذن الله وبدعمهم لاعلانه ان شاء الله بدنا نشكرك احنا اساسا راح يكون في شيء ايجابي ان شاء الله يوم الاحد تكون زياره موفقه ان شاء الله للمجلس النواب ان شاء الله الشهر القادم راح نعمل وندعو ناس ايفنت كبير يحضروا باذن الله بعد التنسيق مع التوفيق بالتوفيق ماوية الزواوي رئيسة حملة تطبيق قانون عدم التدخين في الأماكن العامة والمغلقة لا مش رئيسة الحملة بس أنا ناشطة في مجال بالتأكيد الله يعطيك ألف عافية شكرا